حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون العرض العسكري السنوي الذي يقيم في باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. يأتي العرض هذا العام يشكل احتفالا مزدوجا بمناسبتين، الأولى هي ذكرى مرور 100 عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، أما الثانية فهي يوم فرنسا الوطني. ضم العرض العسكري استعراضا جويا لطائرات مقاتلة من البلدين الحليفين في أجواء باريس، الأمر الذي يمثل التعاون العسكري بين البلدين في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، في حين تأتي هذه الاحتفالات في ختام زيارة يحتاج إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز مكانة فرنسا في العالم. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد هذه الزيارة على تحسين وضع ترامب الذي خسر أصدقائه على الساحة الدولية بسبب مواقفه من التجارة الحرة وتغير المناخ. ومن ناحية أخرى، تأتي الزيارة في وقت يبدو فيه الرئيس ترامب يتعرض لمضايقات بفعل التحقيقات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية العام الماضي، في حين أعرب يوم الخميس عن نيته إجراء محادثات أكثر حول اتفاق باريس الذي انسحب منه في وقت سابق.